خليك كابتن طارق سليمان مدرب حراس المرمى، بقول لك مبروك الفوز، بس عايز اعرف طلعت ليه؟ يعني هو المشهد بصراحه كان غريب في الدقيقه الاخيره. ما عملتش حاجه خالص، انا في كوره، انا مسكت كوره بديها لهم، في ولد من الثاني حدف كوره، فالحكم افتكر ان انا حدفت كوره في الملعب فطردني. انا ما يعني الحمد لله رب العالمين، انا عارف حدودي كويس، عمري ما بتعدى حدودي بالذات مع التحكيم يعني. فانا ما بط... يعني عمر يعني طرد، انا مش عارف طردني ليه، يعني زي ما بقول لك كده، في كوره مع الولد حدفها في اللحظه اللي انا بعدي فيها الكوره، فبقى شاف كورتين في الملعب فطردني. بس مكسب حلو بيعدي كل ده. طبعا الحمد لله رب العالمين، الحمد لله مكسب جميل. وفي تاني بطوله، فكان مهم ان احنا ناخد البطوله دي، احنا خسرناها السنه اللي فاتت زي ما سيد معوض قال، ولكن الحمد لله رب العالمين على المكسب. ببارك للشناوي على اداؤه النهارده، اداؤه ماتش الفتره اللي فاتت كلها، لشريف اكرامي بيرجع وموجود مع الشناوي النهارده، لاحمد عادل، الثلاثه ما شاء الله الروح كويسه جدا بينهم الثلاثه، والمنافسه شريفه بينهم، والاحسن بيلعب يعني. الميداليه الكامل الذهبيه والبطوله الكامله كابتن طارق مع لاعبي النادي الاهلي وفريق النادي الاهلي. الحمد لله دي البطوله ال 13. الحمد لله انا لعبت سته سوبر، خدت اربعه وخسرنا اثنين. سته سوبر الحمد لله. جاي الشناوي وشريف اكرام النهارده دخل مع الفريق وموجود على الدكه، وكابتن حسام في المؤتمر الصحفي قال كلام مهم قوي، قال انا ما عنديش حارس اساسي في مركز حراسه المرمى، كلهم زي بعض. بص زي ما بقول لك، التلاتة الحمد لله التلاتة بيلعبوا، الشناوي خد فرصة وأثبت وجوده ما شاء الله، بيلعبوا بادي بشكل كويس. شريف إكرام كان عنده إصابة بعدتش وحوالي 10 أيام ورجع، كان موجود النهاردة في السكور. أحمد عادل قدم مباراة طنطا بشكل كويس، قدم مباراة سموحة، حتى مباراة النصر لما نزل مكان الشناوي في الشوط الثاني أدى الحمد لله بشكل كويس. في النهاية دي منافسة شريفة بينهم يا محمد، زي ما كان بيقول هو المنافسة الشريفة دي بتخلق أداء كويس.